صبحكم الله بألف خير. احنا الآن بمشتل من مشاتل محافظة كربلاء، مشتل العتبة الحسينية. هذا الكلام شو سعر الشتلة؟ 5000 دينار. مطاط حجم صغير سعره 5000. هذا 8000. نبتة الشراع أو السلام. أنتريوم 9000. هاي البونساي أعتقد سعرها 15000. الداوودي شعر الستلة 7000. هاي أجنحة الملائكة 7. أراليا 7. أنواع الصبير، طبعا هذا صبير الزهور كلها كاذبة، كلها اصطناعية مو طبيعية، حتى الملونة هاي مصبوغة مو ألوان طبيعية، وهاي العصاريات أيضا مصبوغة. لأن سعر الوحدة 5000، طبعا سعرها أعتقد شوية غالي، مبالغ بيه. هذا الصبير 5000. لأن حجمه الصغير 3000. كاراتون واللبلاب الشمشار، هاي الجلومينيا سعر الشتلة 12000. حلوة هاي البونساي، شوية حجمها كبير 25000. بنجامين 7000. العفو، لا والله 7. السلام عليكم. عليكم السلام مبارك. حبيبي على الجميع ان شاء الله، الله يحفظك طال عمرك. جلد النمر 18000، حجم كبير. بس حق هذا كله ظليات ما ينجح. هذا اللي ظل. وهذه حجمها 35000، هاي حجم كبير. صبينا. المنقى وين انت حصل المنقى؟ المنقى ما عندهم هنا أنا. وين حصلها؟ هاي تلقاها بالقراعات. اي بالقراعات. وهاي اللومينيا، هاي اللومينيا او الدفن باقي 12000، سعرها هواية. هاي المفروض قيمتها اكثر شيء 5000، لانه شتلة صغيرة. هاي الدفن باقي حجم صغير، حجمه 8000 هواية. أنا البارحة اشتريتها من أحد المشاتل نفس هذا الحجم 5000. هاي ابن الفيل. هاي دراسينيا الليموني ما شاء الله سعره 25، طبعا غالي. هذا واحد. وهذا اللوتس. هاي الدفن باخي حجم كبير 16000. جنوريا، هاي الجنوريا
سعرها 3.5. هاي الفوجيرة تعبانة، كف البط 10,000 تعبانات ما يسوون. هنشوف هاي نبتة الشراع ما شاء الله شلون ازهار حلوة، شكبر الوردة وشلون شتله نشطة، بس ما كاتبين سعر عليها. هاي زامبيا سعرها 8,000 حجم صغير. هذا الكاراتون نباتات متنوعة وواسعة جدا. هذا الكلاثية 13,000. هذا المطاط 20,000. البامبو او عصا موسى انواع سعره يتراوح اعتقد من 2,000 الى 3,000 دينار. هذه اكبر حجم، خلينا نشوف ايش قد سعرها. هذه سعرها 3,000. هذا حجمها. هاي الاريكاليا 25,000. هاي فوجيرة شلون منظر حلو، تخبل الفوجيرة.